صباح الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد، حلقة جديدة من صباح اون تايم، هنناقش ونحلل أهم وأبرز الموضوعات والأخبار الرياضية على مدار ساعة ونص في صباح اون تايم. خلينا نبتدي حلقتنا بالحديث عن دوري نايل، مباريات الجولة ال 28 اللي انطلقت يوم الخميس والجمعة والنهاردة السبت. طبعا هتستكمل المباريات. امبارح الجمعة كان في ثلاث مباريات، أولها كانت مواجهة جامعة ما بين المقاولين العرب مع البنك الأهلي على ملعب المقاولين العرب، انتهت بفوز كبير ومستحق للبنك الأهلي 4-1. طبعا ياو النور كان أحد هدافي الدوري، هو اللي سجل للبنك الأهلي في أول دقيقة وتحديدا في الثانية 11، وبعديها أسامة فيصل نجم المنتخب الأولمبي سجل في الدقيقة 14، وسيرجي آكا كمان في الدقيقة 69، وأخيرا عبد اللطيف جراندو في الدقيقة 82. في المقابل سجل المقاولين العرب ماما دونياس في الدقيقة 51، وبكده بيرفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 30 من 28 مباراة خاضها، ويبقى صاحب أقوى خط هجوم في الدوري مع الأهلي حتى الآن، مسجل 44 هدف، معدل تهديفي مبهر في الحقيقة للبنك الأهلي ومدربه كابتن طارق مصطفى. متبقي ليه 6 مباريات، لو كسب ماتشين منهم ممكن جدا جدا يكونوا كافيين انه يحافظ على استمراره في الدوري الممتاز للموسم المقبل، في ظل الصراع طبعا بينه وبين فاركو وبلدية المحلة المقاولين والداخلية والجونة اللي دخل برضو لعبة الهروب من الهبوط. في المقابل نادي المقاولين العرب توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير، لعب برضو المقاولين العرب 26 مباراة، متبقي ليه 8 مباريات، محتاج على الأقل يكسب منهم 4 أو 5، أمور صعبة جدا للمقاولين العرب، محتاج 4 أو 5 مباريات عشان يتخطى الرقم 32 أو 33 نقطة ويبقى عنده فرصة، لكن الأمور واضح إن هي يعني هتكون صعبة جدا بالنسبة للمقاولين العرب بعد رحيل كابتن معتمد جمال عن تدريب الفريق بعد الهزيمة امبارح، وتعيين طبعا كابتن طلعت محرم مدير فني للفريق. المباراة الثانية اللي كانت ما بين سموحة وبيراميدز كانت مواجهة كبيرة جدا، يعني كانت بدايتها حماسية لكن للأسف ما اكتملتش طبعا بسبب الأزمة اللي كلنا امبارح تبعناها على شاشات، أزمة حريق اللي حصلت طبعا في أحد الكابلات الكهرباء بغرفة التحكم، وطبعا ده أثر على الإضاءة. مرت الأمور بسلام طبعا الحمد لله دون إصابة أي فرد في الاستاد، وده كان الأمر الأهم بكل تأكيد. سجل لسموحة هدف عن طريق حسام حسن من ضربة جزاء في الدقيقة 15، بعديها سجل فاستمايلي هدف التعادل في نهاية الشوط الأول، وبعديها أخذ الهاني سليمان كارت أحمر في الوقت بدل الضايع، ومع بداية الشوط الثاني توقفت المباراة بسبب أزمة الحريق اللي حصلت في أحد كابلات الكهرباء وما اكتملتش المباراة للأسف زي ما قلت لحضراتكم. فيما يخص أزمة امبارح، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد الشاذلي أن السيطرة أو تم السيطرة على الحريق اللي نشب بأحد غرف المحاولات باستاد الأسكندرية أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري، ووجه وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الأسكندرية التابعة لها الاستاد. لقطات طبعا قدام حضراتكم من مباراة أمس للي ما تابعش المباراة. بعد المباراة أصدرت رابطة الأندية بيان عن قرارها بخصوص المباراة. قالت رابطة الأندية إن إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرا للحريق الذي نشب في استاد الأسكندرية، إدارة المسابقات بتنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب المراقب طبعا وإدارة استاد الأسكندرية، وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة. ولكن بخلاف البيان صدرت بعض التصريحات من مسؤولي الرابطة عن الموقف اللي ممكن
يتخذ، ولكنه لم يعلن رسميا لحد دلوقتي. قالت التصريحات ايه؟ ان مادة 42 في اللائحة بتنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية، وهو ما تنطبق عليها الحالة. أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابهم بشكل طبيعي، بمعنى أنه في حالة إن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة، يعني مثال، مش هيلعب الهاني سليمان في المباراة. أما في حالة لعبها لاحقا هيتم إيقافه في المباراة اللي جاية، أيا كان بقى الفريق اللي هيواجهه سموحة، كما حدث مع محمد شحاتة. وبالنسبة للاعبين اللي كانوا موقوفين قبل المباراة هيستمر إيقافهم في المباراة أيا كان موعد إقامتها. ملحوظة، أثناء إعادة المباراة هيبدأ الفريقين المباراة كاملين ب 11 لاعب، ومش هيلعب سموحة منقوص. يعني الطرد اللي حصل لهاني سليمان، لا، سموحة هيبتدي المباراة كامل العدد. طيب رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر قال ايه؟ قال ان هو بيتمسك بإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز في الجولة ال 28 من الدوري، وقال كمان ان ما حدث ظروف قهرية ونطالب بإعادة المباراة وفقا للائحة، وقال ان احنا صممنا على استكمال المباراة في حين رفض مسؤولو بيراميدز مواصلتها. الكلام ده مهم جدا طبعا، والتصريحات دي مهمة جدا، الخاصة طبعا ده كل ده ما يخص بلقاء أمس ما بين سموحة وبيراميدز، اللي على إثره طبعا الحريق اللي حصل، اللي على إثره تم إلغاء المباراة. اللقاء الثالث اللي كان ما بين الأهلي مع فاركو في استاد القاهرة انتهى بفوز مهم جدا للنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهم حسين الشحات، سجل هدف في كل شوط في الدقيقة 39 وفي الدقيقة 57، وسجل لفاركو إنكادا في الدقيقة 59. كولر بدأ المباراة بتشكيل في حراسة المرمى الشناوي، قدامه كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح بعد غياب طويل، في خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، في الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر. في الشوط الثاني في الدقيقة 80 تحديدا نزل أحمد عبد القادر وموديست وعمرو السولية بدل من طاهر ووسام وإمام عاشور. في الدقيقة 90 نزل أليو ديانج ومحمد هاني بدل من مروان عطية وحسين الشحات، ده بالنسبة لتغييرات كولر خلال المباراة. ثلاث نقاط مهمة للنادي الأهلي في صراع الحفاظ على لقب الدوري، ورفع رصيده للنقطة 48 من 20 مباراة لعبها الأهلي، متبقي ليه 14 مباراة. في المقابل توقف رصيد فاركو عند النقطة 25 من 28 مباراة لعبها، متبقي ليه 6 مباريات مع كابتن طبعا أحمد خطاب مدربه المجتهد. في النهارده 3 مواجهات في الجوله ال 28 استكمال لمواجهات ال 28. الجوله ال 28 الساعه 4 بلديه المحله هيقابل امبي، الساعه 5:30 الاتحاد السكندري هيقابل الداخليه، والساعه 7 الزمالك هيقابل سيراميكا كيلوباترا. المباراه اللي هتجمع ما بين بلديه المحله مع امبي مباراه ليها اهداف مختلفه عند الاثنين. اولا بلديه المحله في موقف لا يحسد عليه، مع 22 نقطة في المركز ال 16، لعب 26 مباراة، متبقي ليه 6 مباريات فقط. وطبعا عارفين ان تم تغيير المدير الفني كابتن احمد عبد الرؤوف اللي كان معاهم في الموسم اللي فات، وتأهل مع الفريق من دوري القسم الثاني، وكمل معاهم لغاية مباراة الجولة الأخيرة اللي خسر فيها البلدية أمام البنك الأهلي بخمس أهداف، وبعديها تم الاستعانة بكابتن أحمد كشري عشان يكون في منصب المدير الفني. في المقابل نادي إمبي بيقدم موسم مميز جدا، إمبي عنده 40 نقطة، لعب 26 مباراة، متبقي ليه برضو 8 مباريات مع كابتن سيد ياسين. آخر مباراة نجح في الفوز على الجونة بهدف نظيف. المواجهة الثانية اللي هتكون ما بين الاتحاد السكندري والداخلية نفس الأمر، مباراة تشبه كتير مواجهة إمبي مع بلدية المحلة، لأنه كمان
هي أول مباراة للجهاز الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري بقيادة كابتن أحمد ساري اللي تولى المهمة بعد طبعا ما كابتن طارق العشري رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة اللي تعرض ليها الاتحاد السكندري أمام فاركو بهدف نظيف. الخسارة الأخيرة توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 36 من 27 مباراة، متبقي ليه 7 مباريات على نهاية الدوري. في المقابل نادي الداخلية اللي نجح في آخر جولة أنه يكسب زد اف سي بهدف نظيف مع مدربه الثالث في الموسم ده كابتن عيد مرازي، عنده 18 نقطة لسه في المركز الأخير، لعب 27 مباراة متبقي ليه 7 مباريات، أكيد برضو موقفه صعب جدا. لكن مفيش فريق تأكد هبوطه للقسم الثاني لحد دلوقتي، ما نقدرش نجزم ونقول ان الداخلية من الفرق الهابطين، ولكن بنقول موقفه صعب جدا مقارنة بالفرق الأخرى، لأن مازال الجميع عنده فرصة البقاء في الدوري الممتاز. ممكن مباراتين بس أو 3 مباريات يفرقوا جدا مع الفريق المتزيل في جدول الترتيب ونلاقي فريق تاني خالص هو اللي هبط. المباراة الثالثة والأخيرة اللي هتكون ما بين الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، المباراة اللي كان عليها بعض الأقاويل والكلام إن هي مش هتتلعب، لكنه خلاص تأكد إقامة المباراة النهاردة من جانب مسؤولي نادي الزمالك بعد اعتذارهم عن مباراة القمة الأخيرة أمام النادي الأهلي وفقدان نقاط المباراة بجانب 3 نقاط كمان في نهاية الموسم. أعلن نادي الزمالك امبارح في بيان رسمي قراره بالعودة للمشاركة في المباريات. مواجهة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مواجهة خارج التوقعات، لأن آخر مباراة بينهم كانت يمكن من أسابيع قليلة انتهت بفوز الزمالك 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف دون رد في ليلة تألق فيها عبد الله السعيد اللي كان نجم المباراة بعد ما صنع وسجل في فوز الزمالك باللقاء. الزمالك برضو عنده 34 نقطة لغاية دلوقتي، هيخصم منهم طبعا 3 نقاط في نهاية الدوري، لعب 21 مباراة، متوقع للزمالك 13 مباراة. أكيد عنده وعند كمان مدربه جوزيه جوميز طموحات أنه ياخد خطوات أفضل في المرحلة اللي جاية، لأن فرص المنافسة على بطولة الدوري أصبحت صعبة جدا لنادي الزمالك. في المقابل سيراميكا كليوباترا معاه 37 نقطة من 26 مباراة، متبقي ليه 8 مباريات أيضا. آخر مباراة فاز على المصري البورسعيدي، مباراة تألق فيها سيراميكا بهدفين نظيفين، تألق فيها كمان صديق أجولة اللي سجل الهدف الأول ويسجل الهدف الثاني أحمد ياسر ريان. يعني كان في تألق كبير جدا لسيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي في آخر مباراة لي. 3 مباريات مهمين في دوري نايل اللي دخل خلاص مراحل الحسم، مباريات معظمها خارج التوقعات، اتحاد مع الداخلية، بلدية المحلة مع إمبي، الزمالك مع سيراميكا كليوباترا. اللي يتوقع نتيجة قول له لا، مفيش حاجة اسمها توقع دلوقتي لأي نتيجة، ممكن نشوف مفاجآت. البنك الأهلي بيبهرنا في الحقيقة المباريات الأخيرة ليه، بيفوز بسكور كبير جدا. البنك الأهلي اللي كان بيعاني في مباريات في المتناول، يعني علامات استفهام كتير جدا على البنك الأهلي لما بيفوز في المباراة، يا 4 يا 5 أهداف، مفيش أقل من كده. ما تيجي تشوف حصلته في الدوري الممتاز الموسم ده دوري نايل، البنك الأهلي بيقدم مستوى قوي جدا. عشان كده بقول لكم صعب ان انت تتوقع نتيجة مباراة، روح وإصرار يعني مغايرة للفترة اللي فاتت. ويمكن شايفين كلام كتير جدا ان اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قعد مع اللعيبة واتكلم عنهم، ودايما بنشوف البنك الأهلي بيعاني ولكن بيبقى في الدوري المصري. نروح لتصريح وتعليق، معايا تصريح خاص بالأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قال إنه تم الاستقرار على رحيل بريرة رئيس لجنة الحكام بنهاية عقده اللي هينتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل، وقال كمان إن احنا طلبنا من بريرة خلال الاجتماع السابق تقرير كامل عن جميع الشكاوي المقدمة من الأندية بسبب التحكيم. وقال كمان أستاذ إيهاب الكومي إن هناك استقرار من قبل أعضاء مجلس الإدارة
الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين رئيس لجنة الحكام وطني. وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عقد اجتماعه مع بريرا رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة من يومين، قام بمراجعة كل المواقف التحكيمية اللي أثارت جدل خلال الفترة اللي فاتت واللي وردت بها شكاوى من الأندية بالتحقيق فيها وتقديم تقرير بتوصيات اللجنة طبعا حيال المواقف دي، وفي ضوءها هيتخذ مجلس الإدارة قراره في هذا الشأن. الموسم ده في أخطاء بالجملة في التحكيم، ومش نادي واحد بس اللي اشتكى. قبل كده قلت لحضراتكم ان 15 نادي قدم شكوى من 18 نادي، فطبعا يعني تقريبا كل الأندية تعرضت لحالات، وحالات كانت فارقة جدا في نتائج المباريات، وده غير مقبول تماما. يعني احنا لما نجيب راجل اجنبي محتاجين ان احنا ناخد من الاكسبيرينس بتاعته نقلل الاخطاء، عندنا فار، لا كان لازم الامور تبقى افضل من كده بكتير. فملف مهم جدا ان اتحاد الكره ينظر في امره ويتدارك اخطائه ويتعدل الفتره اللي جايه، ولا مزيد من الاخطاء اكيد في الموسم القادم. طيب عايزه اروح بيكم لموضوع تاني، ودايما في المباريات بيكون لنا لقاءات مع اللاعبين، المدربين، كمان الجماهير، كل عناصر اللعبه، مع الحكام، مع كل عناصر اللعبه. لكن المره دي معانا لقاء مع عنصر ايضا بيكون موجود جوه الملعب ولكن نوع مختلف من تقاريرنا. المجموعه دي تحديدا بيكون ليهم دور مهم جدا في المباريات، وطبعا بيكون عندهم مواقف وكواليس كتيره جدا. بتكلم عن المصورين، المصورين اللي بيصوروا المباريات، اللي بيكونوا موجودين في الملعب قريبين من اللعيبه والاجهزه الفنيه طول الوقت، وبتلاقي ساعات ان المصور من كتر وجوده في الملعب بيبقى بتشوف صوره بتقف عندها بتقول الله الصوره دي حلوه قوي، هو ازاي خد الصوره دي؟ ازاي كان عنده توقع للصوره دي؟ من كتر ما المصورين دول عاشوا الاجواء بقى عندهم توقع لممكن ياخد اللقطه قبل منها، فبياخد اكتر من صوره، فبتلاقي صوره حلوه قوي بتحكي ستوري، ما بتبقاش مجرد صوره، لا بتحكي قصه وبتحكي حكايه. مصورين طبعا الفوتوغرافر اللي بيكونوا موجودين في المباريات، خلينا نشوف التقرير ونتابع التقرير ده مع بعض مع المصورين اللي بيكون ليهم دور مهم في المباريات، ونرجع مره تانية مع حضراتكم. احمد ابراهيم ابو حميد، مساء الفل عليك. مساء الخير حبيبي، مرين الحمد لله. انت طبعا دايما موجود في مباريات اسكندريه، برج العرب، الماكس، اسكندريه. كلمني بقى عن الاجواء والكواليس اللي بتقدر تاخدها اللعيبه وهي داخله، اللعيبه في غرف الملابس، وانا عارف انت مصور خاص كمان لفريق سموح. هو الموضوع بيبقى تعود يعتبر، فبقيت يعني نفس اللي بعمله كل ماتش، هو مفيش اي حاجه مختلفه. تيجي مثلا قبل الماتش تصور الوصول بتاع اللاعبين، وبعد كده الاحماء، وبعد كده الماتش شوط اول وشوط ثاني وبس. بتشجع مين؟ انا بشجع كوره سموحه. بشجع سموحه. بشجع سموحه. بشوف ليه طيب؟ لا بشجع سموحه. يا سموحه حلو. لا لا والله يا سموحه حلو. حازم محمد، الكاميرا عامله ايه؟ زي الفل. اهم اللقطات اللي خدتها يا حازم؟ كان احتفال نهائي الكونفدراليه طبعا، ونهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والزمالك. دول من احسن اللقطات اللي خدتهم السيزون ده. هو انا كاسكندريه بحب جدا احضر ماتشات الاتحاد كمصور عشان انفعال الجماهير وانفعال اللعيبه، وماتشات سموحه بتبقى ماتشات فيها كوره برضو، بيبقى فيها لعب كوره حلو، فانا بحب ابقى موجود في الماتشات دي اكتر يعني في كاسكندريه. لا هو طبعا كان في اللي هو الماتش اللي هو كان بتاع فاينل دوري اللي هو الابطال وكده، كان في طبعا كذا لقطه، منهم لقطه بنعيم لما كان بيروح بايس اللي هو الكاس وكده وكانت جنب منه، فدي سمعت حبه لان وقتها محدش يعني محدش صورها الا بس يعني انا بس اللي صورها. فكانت لقطه يعني حاجه كده محدش صورها خالص. يعني شفنا وتابعنا مع بعض التقرير قد ايه بيتكلموا بشغف عن اللقطه اللي ممكن ياخدها بتحكي حكايه زي ما قلت لحضراتكم خلال المباراه. يمكن المباراه بتنتهي وبتتنسي نتيجتها، اكيد لو مؤثره ما بتتنسيش، ولو فيها لقطه مهمه اكيد ما بتتنسيش. النهارده عندنا اول مباريات دور ال 16 من بطوله يورو اوروبا 2024، خلاص
دخلنا في الأدوار النهائية. عندنا مباراتين النهاردة، في مباراة هتكون الساعة 7 سويسرا هيقابل إيطاليا، والساعة 10 ألمانيا هتقابل الدنمارك. دول المباراتين اللي هيتلعبوا النهاردة في يورو أوروبا 2024. خلينا نتابع مع بعض ونشوف تقرير عن مباراتين اليوم، نرجع مرة تانية مع حضراتكم. المباراة الأولى اللي هتنطلق الساعة 7 اللي هتجمع ما بين سويسرا وإيطاليا، مباراة كبيرة أكيد. سويسرا طبعا كانت تأهلت كوصيف للمجموعة الأولى بعد ألمانيا بعد ما جمعت 5 نقاط من فوز واثنين تعادل، وطبعا أهم نجومها شاكيري. في المقابل إيطاليا تأهلت برضو عن وصافة المجموعة الثانية، جت خلف أسبانيا بعد ما جمعت 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة. طبعا أهم هدف أو أغلى هدف لمنتخب إيطاليا كان هدف التعادل في مباراة كرواتيا اللي سجله نجم لاتسيو ماتيا زاكياني في الثواني الأخيرة، وده الهدف اللي أطاح بكرواتيا وصعد إيطاليا للدور الثاني. في برضه مفاجأة من المفاجآت. اتكلم أليساندرو مدافع المنتخب الإيطالي عن مواجهة النهاردة أمام منتخب سويسرا وعن صعوبة المباراة، وعن كمان اتكلم عن القرعة اللي خدمتهم ان هم يكونوا في الجانب الأقل قوة عن الجبهة الأخرى، وعن المرشح او مين اكتر، ان في اكتر من منتخب مرشح للقب في النسخة دي. خلينا نشوف ونتابع قال ايه ونرجع مرة تانية مع حضرتك. المباراة الثانية اللي هتنطلق الساعة 10 اللي هتجمع ما بين اصحاب الارض المنتخب الألماني مع المنتخب الدنماركي، مواجهة خارج التوقعات. منتخب ألمانيا تأهل عن صدارة الترتيب، جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، وطبعا معاه نجوم كبار جدا أبرزهم طبعا جمال موسيالا. في المقابل المنتخب الدنماركي تأهل عن وصافة المجموعة الثالثة، جمع 3 نقاط من 3 تعادلات مع سلوفينيا وانجلترا وصربيا بعد ما حققش أي فوز في دور المجموعات، وممكن النهاردة يتأهل على حساب منتخب ألمانيا. ممكن كل شيء وارد في الدور ربع النهائي، وممكن النهاردة يتأهل بركلات الجزاء وبالتالي ما يبقاش حقق أي فوز، وهي دي كرة القدم دايما فيها مفاجآت ودايما ممتعة ودايما خارج التوقعات. لكن الإقصاء النهاردة هيبقى طبعا إقصاء صعب جدا لأصحاب الأرض اللي بيأملوا إن هم يوصلوا طبعا لأبعد نقطة في البطولة. طبعا منتخب ألمانيا بيعتبر من المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بالبطولة. اتكلم المدافع الألماني شولتر بيك عن المواجهة المنتظرة اللي هتكون ما بين منتخب ألمانيا والدنمارك النهاردة، واللي قال ان هو بينتظر دعم كبير من الجماهير في احد اكبر الملاعب في ألمانيا، وكمان اكد على قوة المنتخب الدنماركي. كان الدنماركي كان عندنا بعض اللاعبين المحترفين في الدنمارك منهم محمد زيدان وكتير من اللاعبين، برضو الدوري الدنماركي من الدوريات القوية جدا، ومنتخب الدنمارك كمان في الحقيقة بيقدم مستوى قوي جدا في النسخة دي من البطولة. خلينا نشوف قال ايه ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. طبعا بعد التحديد مواجهات دور ال 16 بدأت التوقعات، وقصة التوقعات حكاية ما بتخلصش. خلينا نبدأ من عند الجماهير وتحديدا من عند المشجعين في مدينة كولون الألمانية اللي قالوا رأيهم وتوقعاتهم لمباريات دور ال 16 في اليورو، وخلينا نشوف قالوا ايه ورشحوا مين للتأهل لدور الثمانية، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. يمكن التوقعات ما توقفتش عند الجماهير، ولكن المرة دي مع الفيل الأفريقي بوبي اللي توقع فوز منتخب ألمانيا على الدنمارك في المباراة اللي هتكون ما بينهم النهاردة في دور ال 16. يعني الفيديو اللي قدام حضراتكم ده هو اللي بيوضح ازاي الفيل توقع فوز منتخب ألمانيا 2-1. يعني هو ما توقعش الفوز بس، هو توقع كمان النتيجة دي. من الحاجات اللطيفة والطريفة الحقيقة نشوفه يعني الفيل بيشوط الكورة ما شاء الله، يعني الكورة ولا أروع والله. هو شاط كورتين لمنتخب ألمانيا وكورة لمنتخب الدنمارك، وعلى أساسه هم قالوا ان التوقع 2-1 لمنتخب ألمانيا، وده كان اصلا توقع بشكل صحيح. الفيل ده كان اتوقع قبل كده كل نتائج منتخب
ألمانيا في البطولة. كان الفيل بوبي ده بيشوط الكرة تجاه العلم اللي عليه طبعا اللي عليه علم البلد اللي هي هتلعب، وعلى أساسه بيتوقع النتيجة. والكلام بقى بيقول ان مش اول مره بس يتوقع، هو توقع قبل كده فوز منتخب المانيا في كذا مباراه قبل كده اتلعبت، ويمكن التوقع بتاع النهارده هنشوف هل التوقع مكمل والفيل هيصدق في توقعاته ولا لا. كان توقع قبل كده عدد من الاهداف اللي سجلها المنتخب الالماني امام المجر وسويسرا، يعني دي من المباريات اللي توقعها بشكل صحيح. النهارده هو متوقع ان منتخب المانيا هيفوز 2-1 على الدنمارك وهيتاهل لدور الثمانيه. اكيد جماهير المنتخب الالماني بقت بتتفائل بالفيل بوبي، ولكن خلينا نتابع ونشوف توقعاته صحيحه ولا لا. نروح لكوبا امريكا اللي في مباريات اتلعبت الفجر النهارده، مباراتين في الجولة الثانية. كولومبيا فازت النهاردة على كوستاريكا 3-0، وفازت البرازيل على باراغواي بأربع أهداف مقابل هدف. المنتخب الأرجنتيني كمان أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية إيقاف سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين وريكاردو المدير الفني لتشيلي قبل مواجهات الجولة الثالثة من كوبا أمريكا، وده بسبب تكرار النزول المتأخر للاعبي المنتخبين لأرض الملعب مع بداية الشوط الثاني للمباراة اللي جمعت بينهم. تم كمان تغريم الاتحادين الأرجنتيني والتشيلي بمبلغ قيمته 15,000 دولار أمريكي، ومش هيكون الاثنين مدربين قادرين على التواجد في أرض الملعب وهيتواجدوا في المدرجات فقط. قال والتر سامويل المدير أو المدرب المساعد للمنتخب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي إن احنا بنشعر بالمرارة من الموقف ده، يعني خلال الست سنوات اللي فاتت ما تعرضناش للقرار ده قبل كده وده مش طبيعي. وقال كمان إن هو كان بيود إن المدير الفني اللي هو سكالوني يكون مع الفريق في مباراة بكرة، ده طبعا بسبب ان هم اللعيبه بتنزل بين الشوطين متاخرين، فالمديرين الفنيين تم استبعادهم من المباراه القادمه وهيكونوا موجودين في المدرجات فقط سواء المنتخب الارجنتيني او المنتخب التشيلي. ده بالنسبه لاخبار كوبا امريكا. موضوع مختلف حابه اتكلم مع حضراتكم فيه، ولكن خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل موضوع مهم جدا هتكلم معاكم فيه، خليكم معنا. قبل الفاصل في موضوع مختلف، موضوع مهم عايزه اتكلم معاكم فيه. امبارح كانت انتهت او اختتمت منافسات بطوله افريقيا البارالمبيه لدرجات المضمار، والطريق اللي طبعا كانت بتقام في القاهره من الفتره من 26 ل 28 يوليو الجاري تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وده كان بمشاركه 55 لاعب بيمثلوا 6 دول وهي مصر وكينيا والمغرب وموريشيوس ونيجيريا والسنغال. انجاز كبير جدا سجلته مصر بعد ما فازت بالبطوله ب 37 ميداليه متنوعه سواء في مسابقات المضمار او في سباقات الطريق. طبعا يعني دي لقطات امام حضراتكم شايفينها، ولكن البطوله كانت قويه جدا، كان مستوى قوي جدا، منتخبنا كان حاضر في الميعاد وكان بيقدم مستوى قوي جدا، وحصوله على عدد الميداليات الكبيره دي واكتساح في القاهره، فدي من الحاجات الجميله جدا. واللي دايما بقوله لحضراتكم، يعني قلت لكم حاجه مهمه عايزه اتكلم معاكم فيها، ان احنا المضمار عندنا مضمار الدراجات اللي طبعا داخل استاد القاهره هو مضمار على اعلى مواصفات، هو بيضم المواصفات العالميه لاعلى بطوله ممكن تقام فيه. وقبل كده بطوله العالم اللي اتعملت هنا من ضمن المسابقات شفنا ان المنتخبات اللي جت شاركت في البطوله ما كانوش مصدقين ان المضمار ده موجود في بلد افريقي.
طبعا مع الاحترام لبلدنا الكبيرة مصر، ولكن هم كانوا منبهرين لان احنا يعتبر عندنا الدراجات مش اللعبة الاولى في مصر، فهم كانوا مش مصدقين ان في مضمار بالمواصفات دي موجود في مصر وهي مش اللعبة الاولى او الاكثر شعبية وجماهيرية، فكانوا مستغربين. طبعا في بلاد في اوروبا الدراجات دي عندها حاجة مهمة جدا، احنا بنشوف في طرق في اوروبا للدراجات فقط، ممارسة الدراجات بعيدا عن المسابقات. خلينا نقرب اكتر من المشهد ونشوف التقرير اللي جاي عن تغطية السباق الأخير للبطولة الأفريقية للدراجات البارالمبي المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. زي ما انت شايف دي يعني بطولة على مستوى كبير، وبطولة بالذات في الباراسايكلينج اللي هو المعاقين، ما فيش يعني في مجالات كتيره بقاش فيها اهتمام، احنا مهتمين بيها جدا. والجميل فيها ان شاء الله في المستقبل بالنسبه لنا ممكن تحقق نجاحات، وبعدين ولادنا كمان يحققوا ميداليات على كل المستويات. احنا انا على المستوى الافريقي مستوانا كويس خالص، يعني بنعتبر في الجريد الاول، وبعدين يعني عندنا طموح ان احنا ان شاء الله على المستوى العالمي يبقى لنا رانكينج كويس مع اولادنا يعني ان شاء الله. بالنسبه للتنظيم طبعا المكان اكتر من رائع، محور الشهيد عبد المجيد محمود، ما شاء الله التنظيم والامن بصراحه وتامين والمرور وكل حاجه ما شاء الله جميله، وده بيدل طبعا على التطور اللي حصل في مصر في الفتره الاخيره خاصه في الطرق، لان دلوقتي بنقدر نمشي عليها بامان احسن. والحكم العام طبعا مستر بيتر من سوليفانيا مبسوط جدا بالطريق ومن التنظيم والفرق كلها المشاركة. بالنسبة للبطولة الحمد لله احنا متفوقين فيها، خلصنا سباقات المضمار امبارح وانا معانا 21 ميدالية، 10 ذهب و9 فضة و2 برونز، والنهاردة الطريق الحمد لله جايبين 6 ذهب، يبقى المجموع كده تقريبا 16، فاحنا اللي هنتصدر البطولة كلها بإذن الله، رغم ان المنافسة قوية جدا بيننا وبين كينيا ونيجيريا، لان احنا دي اول بطولة نشارك ليها للدراجة البارالمبية. طبعا ليا شرف اني العب باسم مصر طبعا، واحلى سباق عجبني سباق الرود طبعا احلى جدا، وبعد منه التراك برضو من السباقات الجديدة لاول مرة اجربها، وان شاء الله امثل مصر ان شاء الله في المحافل الدولية الجاية ان شاء الله. لا ده بيمثل تشيك طبعا، ده حلم زمايلي من الدراجين، يعني شرف ليا ان انا احقق اول افريقيا وابقى اول كفيف في مصر يلعب دراجات. دي اول بطوله طبعا افريقيه اتعملت في مصر طريق، ودي النسخه الثانيه على فكره، النسخه الاولى كانت السنه اللي فاتت في غانا، دي النسخه الثانيه للطريق في مصر. طبعا بتمثل لنا ان دي اول خطوه بنخطوها لتثبيت الدراجه البارالمبيه في مصر، دي اول نسخه للعب المضمار الدراجة البارالمبية في مصر او على مستوى افريقيا. احنا في بطولة افريقيا للبارا سايكلينج، هي دي اول بطولة في تاريخ افريقيا مضمار معمولة هنا في مصر، وده شرف لينا ان الدول الضيوف اللي عندنا هنا موجودين فوق راسنا، ان احنا نستضيف بطولة دي والدول كلها تكون موجودة معنا، ده امن وامان، يعني بنعرف الدول التانية بتكون عارفة ان ده امن وامان، وان مصر جاهزة 100% انها تنظم اكبر بطولات في العالم مش بس في الدراجات، في كل الالعاب التانية وكرة القدم وكل حاجة. انا اول مرة اشارك مع الاتحاد المباراة، وده اول مرة ليا، فاحساس جميل ان شاء الله، احساس جامد، ودي اول بطولة عندنا في مصر، فان شاء الله نشرف مصر ان شاء الله. هو معظم اللي مشارك دلوقتي مش كل الدول، حوالي 7-8 دول ومعظمهم شباب، فنفس المرة الجاية تبقى اكتر واكتر عشان كل الفرق تشترك والبنات تشترك اكتر. هي بطولة صراحة جميلة وممتعة وفيها تحدي كبير قوي، وهي دي اول مرة اشارك فيها في البطولة دي، واول مرة اصلا يعملوا المضمار ده، انا اول مرة يتعمل واول مرة نشارك في البطولة عامة. لا دي حاجة حافز لنا قوي جدا ان احنا وسط اهلنا والناس بتشجعنا وكده، حاجات حلوة الصراحة، هي تبقى احلى كتير وهي في مصر. يعني تقرير الحقيقه يدينا على الصبح كده بوزيتيف انرجي، اراده وعزيمه واصرار وقوه وشغف وجمال، وابطالنا البارالمبيين في الحقيقه يعني دايما فخر لمصر، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر مختلف الالعاب في البارالمبيكس الفتره اللي جايه باذن الله، كمان مشاركتهم في باريس 2024. صيد الاسماك دايما البعض بيعتبره هوايه،
واحنا في الصيف والحر طبعا كله بيسيب القاهره دلوقتي بيطلع على الساحل، يطلع على اسكندريه، ويطلع على الجونه، وفي ناس عندها هوايه صيد الاسماك. ولكن اللي كتير ما يعرفوش ان صيد الاسماك ده رياضه، رياضه بيتم ممارستها وكمان ليها بطولات محليه وعالميه. امبارح كان ختام فعاليات منافسات بطوله الجمهوريه لرياضه صيد الاسماك اللي استضافها النادي البحري اليوناني في اسكندريه طبعا، وينظمها الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك برئاسه المهندس محمد قداح. الحكايه بتيجي ازاي؟ ان المركب زي ما حضراتكم شايفين بتبقى موجوده، اللاعبين اللي بيشاركوا في البطوله بيصطادوا الاسماك، بعد ما بيرجعوا بيتم وزن الاسماك دي، وبعديها بيتم اعلان نتيجه البطوله في حفل الختام. استطاع نادي الصيد المصري بالاسكندريه ان هو يحصل على المركز الاول ويحصد كاس البطوله، حصد كمان نادي اليخت المصري على المركز الثاني، وحصل نادي الزهور الرياضي على المركز الثالث. قدر كمان اللاعب احمد عبد العزيز من نادي الصيد المصري ان هو يحصل على جائزه اكبر سمكه بنظام الجر، وحصلت كمان نور الفخراني على المركز، حصل نور الفخراني اللاعب نور الفخراني على مركز الثاني، هو برضو من نادي الصيد، وحصل مصطفى زكريا في نادي الزهور على المركز الثالث. وفي مسابقة صيد الأسماك بنظام التسقيط للسيدات حصل نادي الصيد المصري في الإسكندرية على المركز الأول، وحصل نادي الزهور على المركز الثاني، وسبورتينج حصل على المركز الثالث. وقدرت اللاعبة جانا ياسر من نادي صيد الإسكندرية ان هي تفوز بجائزة افضل او اكبر سمكة. بعد نهاية البطولة صرح المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو مجلس امناء المنظمة الدولية لرياضة صيد الاسماك ان الاتحاد بيهدف لنشر ثقافة الصيد الاخلاقي والحفاظ على الثروة السمكية، ووجه الشكر لمجلس إدارة نادي البحري اليوناني برئاسة الدكتورة إيريني بندريس على توفير كل الإمكانيات المتاحة لإقامة البطولة. يمكن في الحقيقة لما شفت وتابعت التقرير ده الصبح مع كل الزملاء اتفاجئت أنا كمان على المستوى الشخصي إن رياضة صيد الأسماك أو صيد الأسماك رياضة، ليه بطولة وليه رولز وليه اتحاد وليه بطولات مش بس على المستوى المحلي، لا على المستوى العربي والأفريقي وعلى المستوى كمان العالمي. فحاجة جميلة جدا. دايما بقول يعني أنا من الناس اللي بتعشق صيد الأسماك، ما بعرفش أصطاد ولكن بحب دايما أتفرج أتابع، ممكن نطلع في رحلة. الصيد بيعلم الصبر، وفكرة أكبر سمكة دي من الحاجات برضو الطريفة، محتاجة توفيق كبير لأن طبعا البحر كبير جدا ومليان خير كبير جدا. وتقرير جميل ان احنا نبتدي بيه يومنا. السمك دايما بنقول عليه رزق يعني. في انواع بقى من الاسماك لما بيصطادوها لازم ترجع الميه تاني، هو ممنوع صيدها، هم بيصوروها وبترجع الميه تاني. طبعا دي حاجات اكيد ليها رولز. في بعض انواع الاسماك ممكن تكون مهدده بالانقراض فما ينفعش ان هو يصطاد السمك ده. في حاجات كتير رولز طبعا كتير. دايما بقول البحر مليان اسرار وحكايات، ودي من التقارير الطريفه طبعا اللي انا بشكر عليها فريق الاعداد النهارده. تقرير جميل وادانا معلومه جديده ان صيد الاسماك مش بس هوايه، هو كمان رياضه ممكن اي حد يمارسها ويقدر يتميز فيها بسهوله. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم ل اون فاير نيوز. خلينا نبتدي اخبارنا من عند الاهلي، من عند الدكتور احمد جبالله طبيب الفريق اللي اكد ان اكرم توفيق لاعب الفريق تعرض لكدمه في الركبه خلال مشاركته امام فاركو امبارح، وشدد انه هيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبله عشان يطمنوا اكتر على حالته الصحيه عن الحالات الطبيه لباقي المصابين في الاهلي. قال دكتور جبالله ان علي معلول بدا المرحله الاولى من التاهيل بعد الاصابه في وتر اكيلس، وطبعا اجراءه ليه جراحه خلال الفتره اللي فاتت. كمان الجنوب افريقي بيرس تاو قال ان اللاعب تعرض للاصابه بشد في من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه، ودلوقتي بيخوض المرحله الثانيه من برنامجه التاهيلي. واكد كمان طبيب الاهلي ان اصابه عمر كمال عباره عن شد في العضله الاماميه، وهيشارك في التدريبات الجماعيه خلال فتره زمنيه قصيره. طيب
كمان في مصدر داخل النادي الأهلي كشف عن أزمة كهرباء مهاجم فريق الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد المباراة اللي كانت ما بين الأهلي وفاركو، اللي بدأت بأن اللاعب أو كهرباء في أثناء المران بعد المباراة قال إن هو حاسس بتقل عضلي وبدأت خطواته تبقى تقيلة شوية في الجري أو بيجري بطريقة مش معتاد عليها. كولر يعني كان طبعا بيتابع المباراة، استدعى المدرب ويسأله اللي كان طبعا هو كان بيتابع التدريب عفوا، سأل المدرب وقال له لو كان كهربا متضايق ولا مصاب، يعني هل هو متضايق ولا مصاب بسبب طريقة جري اللاعب، لأن هو شاف إن كهربا بيلعب أو بيجري بطريقة مش طبيعية. وطلب كمان كولر من المساعد إن كهربا يجري لوحده، وبعد كده خلى كهربا يتمرن تمرين منفرد كده، وبعديها كهربا غادر المران لغرفة الملابس. اجتمع بيبو مع مدير الكرة مع مارسيل كولر، سمع رأي الراجل في اللي حصل، وهيبقى في جلسة لمناقشة الموقف مع كهربا دون تضخيم الواقعة طبعا وفق رأي كولر. وقال كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفاركو عن رفض كهربا التواجد في مران المستبعدين، قال إن ده أمر داخلي وهنناقش فيه بالتشاور مع الجهاز الفني وهنتناقش فيه، يعني حبش يرد على السؤال. أخبار نادي الزمالك نبدأ من عند الكابتن حسين لبيب رئيس النادي اللي استقر على تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة بعد تسريب مكالمته الهاتفية مع أحد الأشخاص بشأن مباراة سيراميكا كيلوباتر. أكد المصدر أن تسجيل المكالمة وتسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر مخالف للقانون، وهيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الأمر، وسيطرت حالة من الاستياء الشديد على رئيس الزمالك بسبب الموقف الغريب ده، ورفض ان هي الواقعة تمر دون ما يكون هناك محاسبة. واضح ان نادي الزمالك الفترة اللي جاية مفيش اي حاجة هتمر مرور الكرام، واي خطأ هيتم التعامل بشكل قانوني مع الامر. خبر تاني ان في مصدر داخل نادي الزمالك قال ان الاعلان المبكر عن رحيل محمود علاء عن الزمالك وانهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين النادي قبل انتهاء الموسم الكروي المحلي تنفيذا لرغبة اللاعب بمنحه فرصة كافية ان هو يحدد وجهته المقبلة في الخليج، خاصة وان باب الانتقالات الصيفية هيتم فتحه في معظم الدوريات الخليجية خلال ايام، وبالتالي بيرغب اللاعب في ان تكون قدامه مساحة من الوقت للمفاضلة بين اي عروض ممكن تتقدم ليه في الفترة اللي جاية من منطقة الخليج قبل حسم وجهته المقبلة بشكل رسمي. وقال كمان ان نادي الزمالك اعلن اول امس بشكل رسمي رحيل محمود علاء بعد انتهاء تعاقد النادي مع اللاعب، وعدم وجود رغبة لتجديد التعاقد بين الطرفين، خاصة بعد ما اللاعب خرج تماما او بشكل نهائي من حسابات جوميز المدير الفني للفريق، ووافق على رحيل اللاعب بعد ما تم استشارته في الامر واكد على عدم احتياجه للاعب. المصدر كمان قال ان مجلس الاداره وافق على رغبه اللاعب في ان هو يتنازل عن جزء من مستحقاته للنادي، وقال ان اللاعب بيرفض عروض انديه الدوري الممتاز وبيبحث عن عرض خليجي، وقدم نادي الزمالك طبعا عبر صفحته على السوشيال ميديا الشكر لمحمود علاء، ورد محمود علاء شكره للزمالك ولجمهوره عن الفترة اللي قضاها مع النادي. خبر تاني خاص بنادي الزمالك، وأعطى جوميز المدير الفني للزمالك الضوء الأخضر لإدارة النادي ووافق على رحيل ياسر حمد وعدم استكمال الموسم. وافق كمان مجلس الزمالك على طلب مدافع الفريق ياسر حمد بالرحيل نهاية يونيو الجاري وعدم استكمال الموسم. كان ياسر حمد تقدم قبل كده بطلب الرحيل عن صفوف الفريق بسبب عدم مشاركته بصفة مستمرة خلال الفترة اللي فاتت وخروجه من حسابات المدير الفني، وده طبعا الراجل أكد عليه وهو مش محتاجه الفترة اللي جاية، وعلى أساسه تم يعني
خلاص بينتهي عقده مع نادي الزمالك عشان الراجل يشوف فرصة ليه افضل في اي نادي اخر. دي يمكن يكون كل الاخبار اللي كانت معانا النهاردة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيف حلقتنا النهاردة دكتور محمود متولي المحلل الرياضي، وحديث مطول بعد الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية في فقرتنا الحوارية. انضم لينا ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة دكتور محمود متولي المحلل الرياضي والمحاضر بالاتحاد المصري والافريقي لكرة القدم. يا دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يمكن احداث كتير جدا حابة اخد رأي حضرتك فيها ومن خبرتك طبعا ومن واقع كمان القوانين، ولكن خلينا نبتدي بماتش امبارح نادي الاهلي مع فاركو. اهلي بيقدم سلسلة من الانتصارات وما زال بينافس على الصدارة وكمان الحصول على الدوري في الموسم ده. شفت امبارح المباراة ازاي ما بين الأهلي وفاركو، أداء النادي الأهلي، النتيجة وكمان اللاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفريقين دخلوا بدوافع مختلفة. النادي الأهلي عليه والاتنين عليهم ضغوط. النادي الأهلي عليه ضغط ان هو المنافسة المستمرة على البطولة مع نادي بيراميدز. نادي فاركو منتشي بفوزه على النادي الاتحاد السكندري والنتائج الفرق الثانيه اللي هي بتنافس معاه في الهبوط، يعني مدياله امل شويه، فهو نازل بدافع ان هو يعمل نتيجه كويسه امتداد لنتيجه نادي الاتحاد. فالدوافع مختلفه لكن الضغوط موجوده عند الفريقين. النادي الاهلي طبعا في احتياج شديد جدا ان هو يفضل مستمر. النادي الاهلي عايز ينافس على كل البطولات حتى لو بطوله وديه موجوده، ده طبع موجود في النادي الاهلي وسياسه من زمان جدا. فهو حتى لو هو هيلعب بطوله انديه الافريقيه ضمن ان هو يلعب فيها، لكن يظل بطوله الدوري او تظل بطوله الدوري هي او اي بطوله النادي الاهلي بيلعبها هي هدف مهم جدا. طيب حضرتك قلت الدوافع مختلفه، على الجانب الاخر شفت فاركو ازاي؟ يعني فاركو بيعاني وموقعه كمان في الجدول مش افضل حاجه، ورغم ان عنده مجموعه من اللاعبين المميزين. يمكن التغيير المدربين في الانديه بيعمل حاجات، يعني بيعمل ضربات كتير جدا، لكن انا بحيي اداره فاركو ان هم بعد يعني الكابتن احمد خطاب ده مدرب كويس جدا من اصغر المدربين في الدوري المصري 38 سنة، وهم سابوه موجود مع بعد تغيير الجهاز الفني الأخير. وأعتقد إن فاركو شغال كويس، وأحمد خطاب كابتن أحمد خطاب عامل شغل كويس جدا مع فاركو. يعني أنا شايف ده كويس جدا في أداء اللاعبين، بيبان جدا في سيطرته وفي إن هو قدرته على التحكم في اللاعبين، تنفيذ اللاعبين في الملعب للخطط الدفاعية أو الهجومية زي ما هاجي أتكلم لو إحنا اتكلمنا شوية بعد كده في الناحية الفنية. لا يعني فاركو أعتقد من وجهة نظري ان هو يستحق البقاء في الدوري وهو اقرب الفرق ان هي تفضل. ايه اسباب معاناة فاركو؟ انا قلت لحضرتك من اهم الاسباب تغيير المدربين، يعني ده في بدايه يعني تغيير المدربين ده في البدايه يعني كان ده دايما بيعمل مشكله كبيره جدا عند كل، واحنا عندنا مشكله في الدوري المصري في الحكايه دي. يعني احنا شوف بقى بعض الفرق الداخليه كان في موجود حد ومشي، واحمد كشري كان موجود ومشي، والبلديه كان رغم ان هم كانوا معتقدين جدا في احمد عبد الرؤوف ومدينه ثقه كانوا عشان صعد بيهم، لكن اهو مشي برضه نتيجه الهزيمه الثقيله، وجي الكابتن احمد كشري اللي كان ماسك الداخليه. فهي يعني الحاجات دي كلها مجالس الادارات مفيش استقرار شويه في المدربين، ولذلك هو احمد خطاب كابتن احمد خطاب لما هو حصل استقرار زي ما قلت لحضرتك وبحيي اداره فاركو، انا اعتقد ان هيبقى في نتائج، هيبقى في استقرار في النتائج وهيبقى في اداء الفتره اللي جايه، هيبقى في اداء، وهو عنده هدف واحد البقاء في الدوري طبعا. يعني معظم الانديه بقى عندها، ودي حاجه غريبه هنقولها بقى ان شاء الله، يعني في اسباب بطوله الدوري هل هي قويه ولا ضعيفه، لا عندنا مشكله كبيره جدا في ان انا ابقى بقاء في الدوري هدف وبعمل له احتفاليه وفرحه ويبقى هو ده ان انا اقصى طموح. وده من اسباب يعني تراجع الكره المصريه. طب ليه احنا يعني النقطه دي نقطه مهمه جدا، تخليني اخد حضرتك ليه يعني محور تاني، رغم ان انا عايزه افضل في مباراه الاهلي وفاركو، ولكن المحور التاني اللي هتكلم فيه فكره ليه ما يبقاش عندنا المنافسه على الدخول في المربع الذهبي.
ليه الطموح او اقصى الطموح زي ما حضرتك بتقول ان بقيه الانديه احنا عارفين ان الانديه بتعاني وعارفين ان سوق اللاعبين بقى مبالغ فيه وان اللي قادر يدعم هو اللي بينافس على البطولات و و و ولكن الى متى؟ يعني الى متى هتفضل الامور كده وهنشوف هم كام فريق اللي بيتنافسوا على المربع الذهبي ويدخل فريق يطلع التاني يدخل المصري يطلع الاتحاد يطلع يعني هم كذا فريق مش اكتر من كده رغم ان احنا شفنا في وقت من الاوقات كمان الانديه الجماهيريه بتعاني ومنها الاسماعيلي صحيح لا انا عايز اتفق مع حضرتك تماما واضم صوتي لصوت حضرتك واقول لحضرتك ان دي مشكله الدوري المصري السنين الاخيره كلها مفيش طموح مشكله مجالس الادارات الانديه ازاي اختار مدرب انا عايز ايه انا عايز افضل في بدايه الموسم بختار المدرب بتاعي ازاي عشان ما اجيش اغيره هل انا عايز انافس ولا في مجالس ادارات تقول لك انا لو فضلت السنه دي في الدوري في منطقه الوسط دي خلاص كويس كده ابقى كويس طيب دي رقم واحد رقم اتنين طموح المدربين نفسه يعني انا لا يعني لا اعتقد ازاي ان مدرب ماسك فرقه سنتين مش هنقول السنه الاولى وما عنديش طموح ان انا انافس على المربع زي ما حضرتك تقول يا استاذه اميره او ان انا انافس على على الدوري احنا عندنا كل سنه بنقول يعني من بدايه من الدور الاول المنافسه محسومه خلاص بيبقى الدوري انتهى بقى لنا سنين طويله منافسه بين الاهلي والزمالك وبيراميدز دلوقتي بيدخل في الموضوع وباقي الفرق مفيش يعني يعني مفيش دوري في العالم في الدور الاول نلاقي المنافسه شبه محسومه دي مشكله كبيره جدا وانا اتكلمت كتير جدا وبتكلم مع المدربين ولما بنروح المحاضرات الرخص لازم يبقى عندك طموح وتطور نفسك انك تنافس على الدوري انا عايز اشوف هنا بقى هيبقى الدوري قوي عايز اشوف منافستك على الدوري عايز اشوفك تخش المربع عايز اشوف تلعب في الكونفدراليه مش هي الانديه هي السنه اللي فاتت هي نفس الانديه اللي بتلعب السنه دي هي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مهمه ككاركتر للمدربين ولكن اكيد حضرتك تعلم جيدا ان هي مجموعه عوامل لازم تتوافر عشان يقدروا يوصلوا للهدف ده يعني هي برضو اداره مجلس اداره استقرار جهاز فني مجموعه من اللاعبين الطلبات اللي المدير الفني بيطلبها المراكز اللي هو محتاجها هي مجموعه عوامل اعتقد ان هي في الاخر بتوصل للهدف ده ولكن دايما كنا بنقول السنين اللي فاتت الاهلي الزمالك بيراميدز بيدخل ينافس معاهم لا لقينا السيزون ده بيراميدز بينافس وبينافس بقوه رغم ان دايما يقولوا ان الدوري صاحب الدوري هو صاحب سياسه النفس الطويل صح بيراميدز ماذا اختلف عن السنين اللي فاتت كان لازم يختلف بيراميدز ده كانت عنده مشكله لكن يعني ان هو السنين اللي فاتت كانت بتوفر له كل اللي حضرتك قلتيه من مجالس ادارات مستقره تقريبا مش ده مستقر فعلا يعني مجلس اداره بيراميدز من مدربين على اعلى مستوى من لاعبين على اعلى مستوى ولكن كان ينقصهم البطولات وكان ينقصهم روح البطوله وتنظيم ان انا اخد بطوله اعتقد ان هو بعد سنتين ثلاثه يعني بيبتدي الفريق السنه دي اعتقد ان هو ده يعني نتاج طبيعي للي حصل السنين اللي فاتت والاخفاقات اللي حصلت السنين اللي فاتت رغم وجود الامكانيات فكان يجب ان او لازم الوضع الطبيعي انك انت هيجي وقت وهتنافس هتتعود على زي ما حضرتك بتقول هتتعود على النفس الطويل هتتحول من فريق صاعد بيعتمد على الامكانيات الى فريق بطولات هتبتدي يتحول اللاعبين من لاعبين باخد مرتبات كويسه جدا مرتبات عاليه ما عنديش شويه انتماء عشان مش نادي جماهيري مش هقول انتماء لكن مش انك مني مش نادي جماهيري ما فبيبقى عندي مشكله المشكله دي اتحلت ما عنديش ضغط يعني مفيش ضغط ورايا انا بقبض انا كده كده اموري تمام واخدت دوري خدت بطوله ما خدتش بطوله انا بتهيالي بقى يا دكتور محمود خليني اقف برضه مع حضرتك النقطه دي انا ما اعرفش الكواليس ولكن من بين قرايتك للسور اللي اختلف داخل مجلس اداره بيراميدز اعتقد ان بقى في سياسه جديده سياسه الثواب والعقاب سياسه ان هيبقى في خصم سياسه اعتقد لان استحاله التغير ده يكون حصل في يوم وليله لان اللاعبين اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللاعبين دول قبل كده داقوا طعم البطولات في انديه اخرى صحيح. يعني مش لعيبه جديده صحيح. انت بتقول نادي صاعد او نادي جديد ولكن كل اللعيبه اللي فيه لعيبه متمرسه في الدوري المصري وخدوا اكتر من بطوله ومش نفسه بس على المستوى المحلي كمان على المستوى الافريقي سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه فانا اعتقد ان الاختلاف من سياسه مجلس اداره بيراميدز هي اللي فرضت على اللاعبين ان هم يبقى في طموح يبقى في ورا منهم زي ما حضرتك بتقول مش وراهم جمهور بيطالب لا في مجلس اداره بيقول لا في كذا في رولز جديده في ثواب وفي عقاب في مش هيبقى موجود في النادي اكيد
لان اللاعب المصري زي ما حضرتك بتقول لو ما بيلعبش تحت ضغط بيبقى الامور بالنسبه له سهله شويه. صحيح زي ما حضرتك بتقولي، هو كان عنده مشكله البيراميدز اللي حضرتك بتقوليها دي اللي احنا وضحناها، ما عنديش ضغط جماهيري. الضغط الجماهيري مهم جدا مع مجالس الادارات المستقره، فعشان كده الاهلي والزمالك دايما بينافس، وكان الاسماعيلي قبل كده عشان الضغط الجماهيري. ما فيش ضغط جماهيري وانا نادي عندي امكانيات كبيره جدا، فبدات ان انا اخد بالي ان انا لازم يكون في ضغط من نوع تاني اللي حضرتك بتقوليه، الضغط الاداري بقى هنا والثواب والعقاب. وان انا لا، مش انت هتاخد لي بقى مرتبك كل شهر واديك فلوس كتير جدا، اكتر نادي بديك فلوس وانت مش هتجيبليش حاجه، بتجيبليش بطوله طبعا. فهو ده اعتقد ان هو اللي اختلف السنه دي، وده انا مبسوط لصالح الكره المصريه. يعني المنافسه شايفها ازاي ما بين الاهلي وبيراميدز السنه دي؟ منافسه كويسه قويه جدا يعني، وانا مبسوط بيها رغم ضعف الدوري، لكن منافسه هتفضل مستمره. وشايف انا كل مباراه كل فريق مترقب ان هو الفريق الثاني يفقد نقطه او كده، فحاجه كويسه. هل المباراتين اللي هم المواجهات المباشره ممكن يكونوا كلمه السر؟ ده بدرجه كبيره جدا. الا اذا فرقه من الفرقتين تعثر او فقد نقاط يعني. لان برضو زي ما قلت لحضرتك الضغط النفسي في الحكايه دي مهم جدا يعني. وان كان النادي الاهلي نادي بطولات ومتعود على البطولات طبعا وكده، فاعتقد ان الضغط على بيراميدز اقوى اكبر شويه، والطموح عند بيراميدز ان هو قرب ان هو ياخد الدوري، والسنه دي الموضوع مش النقاط بعيده، هيبقى في عنده طموح كبير جدا. سكور كبير مع كرونوسلاف في عدد المباريات والفوز بيها لبيراميدز، وفي الحقيقه الجميع يعني مستغرب، هو بيقابل فريق كبير، بيقابل فريق وسط، بيقابل فريق جماهيري، هو بيفوز وبقى عارف يفوز. يعني سياسه بيراميدز اللي اختلفت ان هو بقى عارف ازاي يفوز، مش مهم ان انا اعمل ماتش كويس واخسر نقاط. وده على فكره في انديه كتير جدا، حتى النادي الاهلي نفسه في بعض المباريات، منها مباراه امس بتاعه فاركو، مش مشكله قوي في بعض الاوقات نتيجه حاجات كتير جدا عامل ان انا ادي الاداء الجميل الجيد، لكن ازاي اعرف ان انا اكسب في الوقت المناسب. واعتقد ان بيراميدز نفس الكلام يعني، بدا مع المدرب بتاعه المدير الفني فاهم ومدرب كويس قوي ومصحصح، وجوه الملعب مصحصح تشكيلاته وتغييراته، ازاي يبدا الماتش وازاي يعمل تبديلات، دي حاجات قيادته للبيراميدز. لا يعني في اختلاف كبير جدا. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي تخلينا نروح برضو نرجع مره ثانيه لمباراه امس، ورغم فوز الاهلي ولكن البعض شايف ان الاداء فيه تراجع ومش افضل حاجه، يعني شفت ده ازاي وقيمته ازاي؟ وخصوصا ان البعض برضه بيتكلم بيقول لك اهم حاجه دلوقتي ثلاث نقاط، مش مهم، المهم الهدف اللي خرج بيه النادي الاهلي من المباراه. التراجع ده وضع طبيعي للنادي الاهلي، للتلاحم المواسم وحاجات كتير جدا، النادي الاهلي بينافس على بطولات، فلا وضع طبيعي مفيش مشكله. وعشان كده مستر كولر دايما عامل بيحاول يعمل روتيشن بين اللاعبين زي ما احنا شفنا امبارح والتشكيل. وفي نفس الوقت لازم احنا كجماهير والناس المهتمين بالكره يشوفوا اداء الفريق الثاني. يعني دايما انا ابص لجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي لا النهارده وحش، ما انا عايزه باستمرار، انا كنادي اهلي جمهور عايزه يكسب باستمرار واشوفه يؤدي اداء ممتاز كل الماتشات. طب تعالى نشوف الفريق الثاني، لا يعني الفريق الثاني فاركو. امبارح احمد خطاب عاملين شغل كويس، بيلعبوا 3-5-2، بيلعب راسين حربه كان امبارح احمد شريف وعمر جمال، وده من الفرق القليله اللي بتلعب براسين حربه، فده كان عامل ان النادي الاهلي مفيش ضغط عليهم كتير، لان النادي الاهلي في الشوط الاول كان احسن من الشوط الثاني. الثلاثه خمسه اتنين في الطريقه بتبقى في مثلثات اللعيبه قريبه من بعض، فاللعيبه قريبه من بعض ضيقوا المساحات شويه على النادي الاهلي. لكن التراجع بتاع النادي الاهلي نتيجه ان الفريق قدامه كان كويس في الماتش ده، وضع طبيعي جدا مع كثره الماتشات وتلاحم المباريات وبعض التغييرات، ما انا ما عنديش فريق ثابت، انا النهارده بلاعب محمد هاني بريحه وبلاعب كريم فؤاد وبلاعب خالد، لكن يحسب لكولر ان هو برضو الروتيشن اللي بيعمله بحساب، لانه وصل لمرحله مهمه جدا مستر كولر. لما اجي انا مدرب جديد في النادي في اي نادي وخاصه لو اجنبي مثلا في النادي الاهلي، عندي ثلاث مراحل، مرحله التعارف، مرحله التثبيت والتعود بينه وبين اللعيبه واللاعبين يتعودوا، ثم المرحله الاخيره الانسجام والتقدم. والتقدم بقى في المسابقات، انسجمت مع الاداره، انسجمت مع اللاعبين، عرفوا الهارموني ما بينه وما بينه، عرفوا طريقتي، عرفوا ان انا عايز ايه، كل حاجه، حتى التغييرات في بعض المباريات بقت ثابته يعني. مستر كل اللعيبه حفظت، واحد الناس حفظت في الدقيقه، ما ببدلش الا في الدقيقه 70، حتى لو في الناس معترضه على الموضوع ده، لكن هو وجهه نظره.
يعني حتى لو التغييرات بتتاخر في بعض الاحيان هو وجهه نظره، راجل سويسري واخد على الساعه والنظام وكده. يعني رغم ان بعض الانتقادات بيعرض ليها كولر بشكل مستمر، ولكن راجل عارف ياخد بطوله طبعا، وعارف يحقق انجازات، وهو ده اللي يحسب ليه مع النادي الاهلي، هو ده اللي هيذكره التاريخ وهيذكره الارقام. خلينا نروح للفاصل، استاذن حضرتك بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية في ضيافتنا الدكتور محمود متولي، المحلل الرياضي والمحاضر الدولي بالاتحاد المصري والأفريقي لكرة القدم. دكتور محمود، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المنافسة الكبيرة جدا ما بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز. امبارح كان في مباراة لبيراميدز مع سموحة، وطبعا أجواء يعني بخلاف المباراة، كان في تقدم لسموحة، بعد كده بيراميدز بيعدل النتيجة، وللأسف يعني الحريق اللي حصل في أحد الكابلات في الملعب، المباراة على أساسها اتلغت. شفت المشهد كله ازاي؟ شفت القرارات ازاي؟ شفت مادة القانون كمان، المادة 42 تقريبا بتقول ان في حالة الظروف القهرية تعاد المباراة. المشهد كله شفته ازاي؟ وايه اللي المفروض هيحصل وفقا للقانون؟ طيب اولا المفروض اللي هيحكم على الموقف كله الناس اللي كانت في الملعب، المسؤولين من اولا حكم المباراه، لان هو المسؤول الاول عن قرار ان هو المباراه، اذا كان في شايف ان الظرف ده في خطر على سلامه اللاعبين ممكن يتضاعف، خاصه ان في محاول مثلا حصل فيه مشكله ومحاول تاني حصل فيه مشكله، فده رقم واحد حكم المباراه. ايه تقريري انا شايف ازاي؟ لان هو المفروض ان هو يتحاسب على التقرير ده. هل كنت ممكن العب ولا انا شايف ان الموضوع خطر جدا؟ كمان مراقب المباراه اللي هو اساسا المفروض دي بقى من مهامه، احنا بنشوف مراقبين مباريات ما شاء الله يعني كتير جدا جدا جدا، واحد منهم نسي يسلم رجل المباراه للاعب او ما جاش، لكن دي مهمه مراقب المباراه برده مع الحكم، يقدموا تقرير للجنه المسابقات اللي هم المفروض بقى اللجنه بيجتمعوا وياخدوا قرار بان هل كانت الظروف دي قهريه، فهم خدوا قرار فعلا، يعني هم كل اللي انا قلته ده حصل، وبناء عليه ان الاتحاد الكره شايف ان دي ظروف قهريه وكانت استحاله، لازم يقول ويقول تقرير الحكم ايه ويقول تقرير المراقب ايه عشان ما يبقاش في مشكله. نادي بيراميدز يقول لك لا انا كنت شايف ان المباراه ممكن تكمل، خاصه ان انا كنت يعني متعادل في طرد للهاني سليمان، يعني عندي فرص كبيره جدا ان انا ممكن ايه اكسب المباراه. المهندس فرج عامر قال ان بيراميدز هو ما كانش عايز يكمل المباراه، يعني هو ان هو رفض استكمال المباراه، وانا استغربت للتصريح ده. هو لا هو فعلا انا يعني برضو يعني كذا تصريح، حتى كابتن هاني سعيد جه في احد القنوات وقال احنا برضو عادي ما كناش عايزين، ممكن ما مش عايزين نكمل المباراه. ما اعرفش في حاجات يعني احنا نشوف يعني نسمع حاجات زي كده وبعدين نلاقي ممكن ان بيراميدز مثلا زعلان كان عايز يكمل المباراه، هل مثلا ده المدير الفني، هل اللي في مشكله مدير الكوره، يعني في التضارب اراء، فهو ده اللي حصل. لكن يعني وعملنا واتعملت مشكله وهيتعمل مشكله من 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 لا شيء، ما دي من الحاجات اللي نقعد ننفخ فيها يعني ايه. خلاص في لجنه، في احمد كابتن احمد سامي مدرب كويس جدا وطلع وقال انا عارف عادي كنت عايز اكمل المباراه حتى لو انا مطلوب مني واحد، لكن هو المدرب احمد سامي برضه كابتن احمد قال له حتى المدرب الفريق بيراميدز هو والكابتن قال لا انا مش عايز اكمل المباراه. كل ده ملوش اي قيمه قدام تقرير حكم المباراه ومراقب المباراه ومدى الامن والسلامه، لان دي اهم عندنا من طبعًا اي حاجه. طبعا يعني الحمد لله، وده اللي امبارح يعني كنا مطمنين على كتير من الموجودين، الحمد لله ما كانش في اي اصابات الحمد لله، ده الاهم، ده اللي قلته في طبعًا بدايه الحلقه. النهارده الزمالك بيرجع مره تانية للدوري الممتاز، الاخبار والله السعيده، يعني الزمالك مكمل وهيلعب النهارده مباراته مع سيراميكا كليوباترا. اخطاء تحكيميه وكان في اعتراضات الفتره اللي فاتت، الاخطاء التحكيميه سريعا من حضرتك ازاي نتداركها في الموسم المقبل؟ الاخطاء التحكيميه موجوده هتفضل موجوده في كل العالم، لكن احنا عندنا
حتى حضرتك هو نادي الزمالك انا ما كنتش اتمنى ان يحصل ان هو القرار اللي هو عمله ده، ولو انه اتكرر قبل كده من انديه تانية طلبت برضو ان هي مؤجلات تتلعب، لكن نادي الزمالك بذكاء قال لك انا ما بنافسش وجهه نظري انه على الفتره دي على الدوري، فانا اخد قرار يخليني المرات اللي جايه او السنه الجايه يبقى عندي حاجات مهمه، يعني يبقى عندي راي، يبقى عندي الحاجات دي تتلعب يعني. اما التحكيم انا سمعت ان هو هيتغير او بريرا مشي، لا لازم ان نبقى فيه اي لجنه تيجي مصريا لازم يكون في عدل في توزيع الحكام، لازم يكون في اسلوب الثواب والعقاب ويكون معلن عشان انا كنادي والانديه تبقى عارفه ازاي، يبقى الحكم اللي يكون في محاضرات كتير جدا على الحاجات دي. الاهم من ده كله من وجهه نظري السوشيال ميديا تهدى شويه على ومجال اللي خاصه بالانديه لان هي بتهاجم الحكام كتير جدا جدا. وده وحاجه اخيره لو قدرنا نعملها الرابطه مع اتحاد الكوره حاجه، يعني انا عارف الناس كتير هتزعل مني مدير الكوره، لان هو من حاجات اللي هي بيعترض على التحكيم مدير الكوره في الملعب. انا ما عنديش في اي حته في العالم مدير كوره بيقعد في الملعب، مدير كوره على عيني وراسي بيشوف المشاكل يقعد فوق حضرتك ان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر ان احنا نتدارك يعني الاخطاء دي ونشوف موسم جديد باذن الله، نهايه موسم موفق طبعا لصاحب الدوري وبدايه موسم جديد خالي من الاخطاء او يعني اقل من الاخطاء اللي فاتت، لان مفيش حاجه بتبقى خاليه من الاخطاء. دكتور محمود انا بشكر حضرتك، شرفتني ونورتني وكنت سعيده بوجود حضرتك معايا. شكرا استاذ يعني. شكرك. شكرا. شاهدين بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بكره باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من صباح اون تايم، الى اللقاء.